بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف هذا اليوم بالمشاركة في مؤتمر الكيمياء الثاني لجامعة سوهاج الذي تنظمه هذه الجامعة العزيزة. هذا المؤتمر حقيقة يجمع العلماء من جميع الجامعات المصرية وبعض العلماء من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة. هناك حوالي 300 عالم وباحث في مجال الكيمياء يجتمعون هذا اليوم تحت رعاية معالي الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج حضور هذه الكوكب من العلماء. نحن في اتحاد الجامعات العربية نتشرف أن نكون شركاء في هذا المؤتمر، لأن هدف اتحاد الجامعات العربية هو التنسيق ما بين الجامعات العربية في كافة مناحي التعليم العالي والبحث العلمي وضمان الجودة وتنقل الطلاب والأساتذة بين الجامعات العربية. اتحاد الجامعات العربية يضم الآن حوالي 350 جامعة من مختلف الأقطار العربية. لذلك هناك مؤتمرات وورشات عمل وندوات في كافة الجامعات العربية وتحت إشراف اتحاد الجامعات العربية. أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة سوهاج على هذا المؤتمر وعلى حسن التنظيم وحسن الأداء. وأشكر بالذات رئيس الجامعة الدكتور أحمد عزيز والدكتور أحمد صغير مقرر هذا المؤتمر. والتحية حقة لمصر لحكومة وشعبا، ونتمنى دائما لجمهورية مصر العربية كل الرخاء وكل التقدم والازدهار والأمن والأمان إن شاء الله.